أسعد الله أوقاتكم متابعي قناة درو وأبدع، كيف حالكم أصدقائي؟ رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. في فيديو اليوم راح نقوم برسم شخصية أوراراكا من أنمي بروكو نو هيرو، تلك الفتاة البسيطة القوية الطيبة معجبة شو اسمه هذا؟ ميدوريا. صح تمام. هذه الصورة طبعا قبل ما أرسم هذه الصورة تصنف لفئة مبتدئين، بنصح للي مبتدئين يرسموا هاي الرسمة، رسمتها بطريقة جدا مبسطة، فبتمنى إنه تستفيدوا من الفيديو. طبعا هذه الشخصية أنا ما احترت بين عيونها في هذا الفيديو، يعني في هذا الرسم اللي أنا برسم فيها عينيها كل شوي في الفيديو بوسع، كل شوي بوسع، فمشان هيك يعني تأخذونيش في هذه النقطة، كل شوي بوسع العينين كل شوي بوسع العينين، لأنه ما شاء الله هذا الأنمي عليه عيون أوسع عيون في تاريخ الأنمي، بتميز في العيون الواسعة زي عيون ميدوريا وعيون كمان هاي الشخصية اللي رح أرسمها. بداية برسم عينين دائريات الشكل بشكل دائري، بضبطهن بالضبط زي بعض عشان ما أساوي حول في العينين، لا احنا بدنا نرسم 100% يضبط معاي 100%. بركز بنظر للاتجاهين، ممنوع ايد تغطي العين الثانية اثناء الرسم، لازم اشوف الصورة انظر للصورة نظرة كلية، يعني اشوف العينتين مشان تكون هاي العين مقابل هاي العين بالضبط، وهم شيء تركيز مسافات كمان العينين. هسا انا هيك بعطي للحواجب، الانف قريب بين العينين تقريب الانف، بقوم برسم الفم بهذا الشكل، هي مبتسمة ابتسامة بسيطة، وبعدين بقوم برسم الوجه. الرسم الصراحة يعني مستغرقتش معي كثير وقت، فعشان هيك بنصحها للمبتدئين. بروكو نو هيرو أنمي جدا رائع، له شعبية رائعة جدا رائعة جدا، شخصياته جدا جذابة وحلوة، تابعت منه كم حلقة كان جدا رائع، بس لأنه أجا أتاك أون تايتن والتهيت شوي في الأنميات الثقيلة، وفي كمان بعض الأفلام بتابعها وبحضرها، عشان هيك أثناء الحديث قمت برسم كدلة الشعر الأمامية، بلشت فيها برسم شوي من طرف الأذن وبمد الشعر إلى الأسفل، بقوم برسم الرقبة بهاي الطريقة، بقوم برسم علو الرأس. طبعا متأخذونيش الكاميرا بتهز، كان ابني جنبي يرسم وكان كل شوي يمحى، فالطاولة كانت ترقص، متأسفة ترقص يعني بمعنى آخر للغات الثانية، يعني في أهل الجزائر الطيبين حبايبنا اللزم إخواننا، وأكيد جميع اللي بتابعوني أهلا وسهلا في الجميع، بتمنى اللي تفهموا لغتي بس. طبعا شايفين زي ما قلت لكم في بداية الفيديو كل شوي بضل نوسع في العينين، جاي لأنه كل شوي بكتشف إنها العين كبيرة، يعني إذا صغرت العين بتبينش إن هاي الشخصية اللي أنا برسم فيها. فالصراحة واجهت مشكلة بهذا الأمر، يعني أثناء رسم الصورة زي ما أنتم شايفين قدامكم، ها وسعت حتى الوجه شوي زي ما أنتم شايفين، بحس لها خدود، بحس وجهها مربوع وهيك، يعني من كثر ما هي الصورة بسيطة عقدتني صراحة، يعني صرت كل شوية أعدل، يعني أغلبية الصورة وأنا أرسم فيها اللي هو تعديل كل شوي بمسح، شوفوا أثار المحي، ملان محي، كل شوي بعدل. رسمت الرقبة، هسا بقوم برسم قبة الرداء اللي لابسته، اللي هي رداء قتالي في أكاديمية الأبطال، طبعا بيختبروه، يعني في هذا الأنمي المميز إنه كل حدا بيتميز في قوة معينة بيكونوا وارثينها وراثة، فمشان هيك يعني هذا الأنمي جدا رائع. فحبيت إنه ميدوريا التقى في أول مايت وأخذ الإلهام القوة منه، والمايت أعطاه دافع رئيسي اللي يدربه، فأصبح لديه قبضة حديدية. راح أقوم برسم الخصل الأمامية زي ما أنتم شايفين، مع أني قمت برسم الخصل الخلفية أو الرأس يعني من الأعلى، هسا بقوم، هو شعره كاري ومدور زي ما أنتم شايفين، ولا شيء جدا سهلة وبسيطة، حتى رسمت الأكتاف ما رسمتش إيدين هالمرة، اطمنوا حبيت أسهل عليكم هذه المرة، لأنه في بعض التعليقات تجيني إنه ياريت رسمينها بشكل أسهل، زي مثلا شخصية تنغين اللي رسمتها آخر مرة، ولا أول مايت. يا حبيبي صرت أتشاهد بعد ما خلصت الرسمة وخلصت التصوير، يعني التصوير والمونتاج كله بغلب، كله وقت، كله
ويا ريت هلا هالتفاعل يعني، فاهمين كيف؟ ان شاء الله بيجي التفاعل، ان شاء الله مش راح اياس، بده يصير حتى بعد رمضان نظلنا ننزل يوميا. والله بدنتك من اليوتيوب، انا بدي اخليه ينشرني بانصع النطاق. والصراحة يعني اهم شيء يعني التفاعل، تفاعلكم الجميل في القناة. اثناء الحديث قمت بتخطيط الصورة زي ما انتم شايفين هذا الشكل، قمت بتخطيط الرسمة بهاي الطريقة. تخطيط طبعا كمان يعني ما استغرقش معي وقت، على السريع خططت الصورة. يعني الصورة هذه الرسمة هاي اللي انا برسم فيها قعدت معي تقريبا 5 دقائق وانا ارسم فيها فقط، زي ما انتم شايفين في الفيديو 5 دقائق برسم فيها التسريع، لا غير التسريع، دون التسريع. هسا مسكت اللون البيج زي ما انتم شايفين، وفيه كمان شوي راح اضيف اللون السكري. طبعا الالوان هني باستيل، اللي بسألني شو بتستخدمي الوان، بستخدم الوان الباستيل. الباستيل مش بالضرورة الكل اللي يمتلكها بتقدروا تلونوا الالوان الموجودة. انا الالوان اصلا بحسبهاش من ضمن الرسم بالخطوات، الالوان هيك بلونها بس يعني مشان جي هيك يعطي جمالية لرسمتي في القناة، وكمان انه انتو تستفيدوا كيف ما انا بلون. صح الفيديو مسرع بس واضح كثير انه كيف الواحد بلون. استخدمت اطراف اللون البني على الوان البيج. طبعا شو يعني باستيل يا جماعة للمرة الالف؟ باستيل يعني الفحم، الاقلام الفحمية، اهم شيء الاقلام الفحمية. هسا انا بقوم بعمل الظلال في اعلى مقلة العين، وبعدين بستخدم اللون البني وبستخدم الأصفر عشان يعطي إضاءة للعين، وبقلم التلميع بقوم بعمل تلميع في عيونها، بلون الحاجبين باللون البني، وبستخدم البني الباستيل، البني اللي هو المايل لشوكولا، بني شوكولا حمار بيجي. بقوم بتلوين كافة الرسمة بهذا الشكل. أو ليش بستخدم باستيل رفيع للمناطق الضيقة، وبستخدم الطبشورة عشان أسرع لي، بمسح في صباعي عشان أعبي جميع المساحة الشعر بهذا الشكل. بقوم بالمسح، بس بمسح الباستيل اللي بيعلم على الورقة، وبقوم باستخدام اللون البني الشوكولا لعمل الظلال، بضغط عليه شوي حامي وبمسحه في صباعي، لأنه برضى هو قلم خشبي عادي على فكرة، مش باستيل هذا اللي معاي، لو قلم فابر كاستيل بس خشبي عادي نفطي. بعدين بقوم بتعباية الظلال بهذا الشكل في داخل الشعر مشان يعطيني زي ما هو مرسوم في الكمبيوتر، يعني بتعرفوا يعني هذا للدق. ببلش الاشي يبرز معي هسا. هسا يعني كلمة هسا يعني يعني الآن. طبعا في المحاي عملت لمع الشعر، هذا كله في المحاي مسحته اللي في لمع الشعر. بستخدم اللون الخشبي العادي المش باستيل، بلون قبة الرقبة، وبلون كمان وردي على الأذرع على حسب أزياء الصورة اللي أنا شايفها قدامي. ويا حبيبي أنا كديش بشكركم على تفاعلكم في مانجا ليفاي اللي رسمته امبارح، يعني عن جد عن جد عن جد كثير 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 أنا مبسوطة في التفاعل اللي أنتو عن جد أعطتوني طاقة اللي أظن مكملة في القناة، لأنه عن جد في البعض كثير بيستفيد، فعشان هيك أنا حابب اللي أظني مستمر. خلص خلص بظني مستمر القناة، خلص بدي أحطها هدف من أهدافي، مع أني حاططها من زمان بس بدي أحاول. يعني أنا حاليا بصور في الليل، في نص الليل الساعة 12 وبدها تصير واحدة، فاهمين كيف؟ يعني هذا الوقت اللي أنا بتفرغ اللي أنا أصور فيه، بس فداكم فداكم يعني فدا تفاعلكم فدا، يعني أنتوا برضو أماني عندي، يعني مش راح أفرط فيها أبدا. تمام، بستخدم الباستيل لطلي اللون الأسود بهذا الشكل زي ما أنتوا شايفين، وهيك الصورة تقريبا شبه جاهزة. بتجهز هالكيت معانا لما نكون بتخطيط النهائي للصورة. طبعا هذا كله باستيل وبعلم، ديروا بالكم يعني هاي هاي الطباشير بدها بدها شو اقول لكم، بدها تركيز للواحد ما تعلم على. هو صح انتم بتلونوا فيها بطريقه ممتازه، لكن بتوسخ، فبدكم تاخذوا بالكم. طلعوا شو حاطط تحت ايدي، يعني اذا لمس ايدي هذا الباستيل بيعلم. فمشان هيك انا في جنبي ماده رشاش زي السبريه اللي بنحط على الشعر، بس مش سبريه هي، لا هي ماده يعني مخصصه للرسم، شاءوا ان اخترعوا هاي الامور. برش عليها مشان ما تطبع، بتعطي طبقة عليها بتحمي الباستيل وبتصير رسمي بسم الله ما شاء الله.
حلوة حلوة. وراح أقوم بالتخطيط زي ما أنتوا شايفين. شوفوا كيف برزت جمالية الصورة معانا بعد التخطيط. يا سلام، وهي الصورة جاهزة معانا، ولا أسهل ولا أحلى من هيك. بتمنى يا مبتدئين إنكم ترسموها. طبعا هذا التحمير خليته في الآخر، بحب أستمتع في تحمير الخدود في النهاية. بحمر الخدود باللون الوردي أو الجلدي، وبقوم زي ما أنتوا شايفين بالمحاية، بعمل هيك لماع للخدود هذا الشكل مشان الصورة تبرز معاي. بتمنى يعني صورة بسيطة جدا، ولا أسهل ولا أحلى من هيك. بتمنى إنكم تشاركوها للصورة، وبتمنى إنه ترسموها يا مبتدئين. فرجوني إبداعاتكم، إن شاء الله باجي على رسائلكم بقرأها أول بأول بإذن الله. وما تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناة درو وأبدع، ليأتيكم كل ما هو جديد. وأنا بشكركم إن كنتوا بالإنستا، إن كنتوا على قناة اليوتيوب، إن كنتوا في الفيسبوك. في الديسكريبشن في الأسفل حابة أذكركم إنه في جروب بتقدر تشاركوا فيه رسوماتكم. وسلام.